لكم مشاهدينا، وهذا اللقاء اليومي الذي يتجدد معكم على شاشة النيل وهمزة وصل، برنامج يصنعه المشاهد من خلال آرائكم التي نتواصل بها ونثري بها نقاشنا دوما في همزة وصل. نلقاكم بعد قليل. بكم من جديد. موضوعنا اليوم في همزة وصل، كيف ترى ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي خلال الفترة القادمة، وكيف تتوقع شكل تعامل الأسر المصرية مع هذه المشكلة؟ طبعا كالمعتاد أراؤكم مرحب بها عبر صفحتين على الفيسبوك وتويتر، همزة وصل إي جي. طبعا مشكلة انقطاع التيار الكهربائي ربما تكون واحدة من أهم المشاكل التي تعاني منها الأسر المصرية، وذلك ينطبق على كافة الأحياء والمناطق. والأسئلة تتكرر، هل إذا ما كان هذا هو المعدل الحالي في انقطاع التيار الكهربائي بهدف تخفيف الأحمال، كيف سيكون الوضع مع قدوم موسم الصيف وبطبيعة الحال مع ارتفاع درجة الحرارة، زيادة عدد الأجهزة التي يمكن أن تستخدم لتخفيف الحرارة زي تكييف وما شابه؟ هل معدلات التيار الكهربائي ستكون أكبر في الانقطاع؟ هل يمكن أن يتم التوصل إلى حل توافقي بملامح محددة لانقطاع التيار الكهربائي بإعلان التوقيت والمدة الزمنية لقطعه؟ أسئلة عديدة بالتأكيد في أذهاننا جميعا. نرحب بالتواصل معكم وعرض أرائكم في هذه المشكلة، وسنلجأ أيضا إلى المتخصصين ليقولوا لنا كيف يمكن أن نتعامل مع موسم الصيف القادم في ظل وجود هذه المشكلة انقطاع التيار الكهربائي. أولا نتابع هذا التقرير. عادت لتطل برأسها من جديد، هي أزمة انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق عدة بالقاهرة والمحافظات بشكل أصبح يزعج قطاعات كبيرة من المواطنين وسط مخاوف من تفاقم الأزمة خلال فصل الصيف. التحسن التدريجي، هذا ما وعدت به حكومة المهندس إبراهيم محلب، حيث أشارت إلى أن الأوضاع فيما يتعلق بزيادة فترات انقطاع التيار الكهربائي على مدار الفترة الماضية بدأت بالتحسن نتيجة لعدة عوامل ساهمت في حل المشكلة جزئياً، من بينها دخول وحدة توليد أبو قير الأسكندرية إلى الخدمة مرة أخرى بعد انتهاء الصيانة، مما أدى إلى زيادة قدرتها 500 ميجاوات. كذلك زيادة الطاقة المتولدة من السد العالي بعد التنسيق بين وزارتي الكهرباء والري لزيادة كمية المياه المتدفقة من السد العالي بمقدار 5 ملايين متر مكعب. وتفاديا لانقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف، قررت حكومة محلب اتخاذ حزمة من الإجراءات، منها ضرورة تقليل الفترة اللازمة للانتهاء من تشغيل المحطات الجديدة لإنتاج الكهرباء لتبدأ في منتصف شهر يونيو المقبل بدلا من أغسطس بطاقة 2400 ميجاوات إضافية. كما اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات العاجلة لمواجهة المشكلة خلال شهور الصيف، تتضمن استيراد كميات من السولار فضلا عن محاولة رفع كفاءة شبكة نقل السولار والمازوت اللازمين لتشغيل محطات توليد الكهرباء. وفي محاولة لإيجاد حلول سريعة للمشكلة، وجهت حكومة محلب نداءات للمواطنين طالبتهم خلالها بضرورة ترشيد الاستخدام المنزلي للكهرباء، مما يساعد على تقليل الضغط على شبكة الكهرباء ويفادي ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي إلى أقل درجة ممكنة.
البداية، كيف رأيتم هذه المشكلة؟ نستعرض أولا الأراء التي وردت إلينا عبر الفيسبوك وتويتر، وتستعرضها لنا حنان عاطف. حنان، أهم ما ورد إليك حتى الآن. بالفعل إيمان، أبدأ معك ومع مشاهدينا الكرام مباشرة في استعراض التعليقات والأراء. عبد الناصر الكومي أرسل لنا تعليق يقول فيه: السؤال كيف ستتعامل الحكومة مع أزمة انقطاع الكهرباء، لكن أنا كمواطن ماذا أفعل غير شراء الشمع؟ أما أحمد محمد حجازي فيقول: السؤال كيف تحل الحكومة مشكلة انقطاع الكهرباء، وما هي مبادرات ترشيد الاستهلاك بالتنسيق مع الحكومة؟ أما محمد قناوي عاشور يقول: يجب التنبيه، مواعيد قطع التيار الكهربائي الإرشادي على حسب كل منطقة باستثناء المستشفيات والأماكن العامة المهمة أيضا، ويوجد امتحانات، وانقطاع الكهرباء له تأثير على المريض وعلى الطالب وعلى سحب وإيداع الأموال في البنوك الفيزا كارد. يجب أن يكون هناك مرونة بين المسؤولين والمستخدمين في كيفية مرور هذه الأزمة من وإلى، وتحديد وقت الصيانة ومحطات الكهرباء ومواعيد إنشاء محطات طاقة جديدة، وتقليل نسبة التصدير للدول المجاورة. الشعب الآن لا يريد مشاكل أخرى من فضلكم. محمد العريشي، وهو من أصدقاء زيك وصديق البرنامج كما ذكر، يقول: على المواطن المصري المحب لوطنه أن يتعامل مع هذه الظاهرة أن الدولة في ظروف اقتصادية صعبة، وينظر لمصلحة الوطن قبل المصالح الشخصية، فعليه ترشيد الاستهلاك المنزلي، وعلى الدولة إزالة المخالفات بالشوارع التي تسرق الكهرباء، وابتكار حلول بديلة للطاقة. وكل الشعب المصري مستعد أن يتحمل قليلا لكي تستقر البلاد. وشكرا لأسرة البرنامج. نحن أيضا نشكرك أستاذ محمد على المشاركة. أنتقل لمشارك آخر معنا يقول: أولا أشكر قناة النيل وأسرة برنامج همزة وصل الذي يناقش أهم قضايا الوطن. أما ثانيا أقترح على سيادتكم سؤال بأن تطرحوه في حلقة أخرى في برنامجكم المحترم: هل يمكن لحملات الحي المكبرة أن تكون قادرة على الحد من المخالفات؟ بالطبع سوف نطرح هذا الموضوع للنقاش، ولكن في حلقات أخرى. أنتقل مرة أخرى لأستاذ محمد عبد، وهو من أسيوط، يستكمل وجهة نظر ويقول: هذه ظاهرة سيئة جدا، ونرى فيها معاناة كبيرة خاصة في المحال التجارية، خصوصا المحمصات والمقالي التي تعمل بالميكنات الكهربائية. ويجب على الحكومة أن تنبه على المواطنين وقت انقطاع الكهرباء حتى لا يثير ويغضب الشعب وكي يفهم. مشاهدينا، كانت هذه تعليقاتكم بالإضافة لآرائكم، وأنا هنا من غرفة المتابعة الإلكترونية في انتظار مزيد من الآراء والتعليقات والمشاركات، والآن مزيد من الاتصالات الهاتفية والتحليل. وإيمان منصور، شكرا جزيلا لك حنان. يعني آراء تعبر عن لسان حال الجميع، واللافت في هذه الآراء أن بها مقترحات يتحمل بها المواطنون على أن تتحمل الدولة أيضا مسؤولية هذه المشكلة وتقدم حلول بديلة. معي عبر الهاتف للتواصل والنقاش دكتور رشدي رضوان، رئيس قسم الكهرباء السابق بجامعة القاهرة. معي أيضا دكتور بهاء زغلول، الرئيس الأسبق لمركز بحوث وتطوير الفلزات. ومعي الأستاذ خالد الغباشي، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أبدأ معك دكتور بهاء زغلول، يعني لسان حال المواطنين كما رأينا في أرائهم أنهم مستعدون لتحمل المشكلة بشرط معرفة مواعيد انقطاع الكهرباء، بشرط انتظار حلول بديلة لتوليد الطاقة. هل يعني نحن أمام مرحلة يجب أن نفكر فيها بجدية حول مصادر بديلة لاستخراج الطاقة؟ ألو، أهلا بك دكتور بهاء. أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني أنا سعيد جدا بالمواطنين اللي هم بيقولوا مستعدين للمشاركة، لان هو دي هي ده الدور الاساسي اللي احنا اللي ما قدمناش غيره. لا. لازم مشاركه المواطنين كلهم، مشاركه في الترشيد، مشاركه في الصبر شويه، مشاركه بالفعل وليس بالكلمه. انا ممكن ادي لحضرتك مثال بسيط جدا، الوقت يسمح ولا؟ اتفضل. في اليابان، اتفضل. في اليابان سنه 11 اما حصل التسونامي الشهير وحصل الزلازل الكبيره اللي هدت كان نتيجتها توقف المفاعل النووي الياباني، اللي حصل فيه عجز نقص فجائي في الكهرباء بمعادل 30 ميجا وات في يوم واحد وفي لحظه واحده. ماذا فعل الشعب الياباني؟ الشعب الياباني كله تعاون،
تعاون تطوعيا وليس بإجبار وليس بطلب بضخ من الدولة ولا أي حاجة، بما يسمى في اللغة اليابانية فيتسدين. فيتسدين كان هو ده السلوغان أو الشعار اللي الشعب الياباني عاش عليه عشان يخطي أزمة الطاقة اللي حصلت نتيجة. طيب المواطنين يعني بيعربوا عن إن استعدادهم للتحمل بشرط إنه يكون في شفافية في التعامل. لا 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 هو حضرتك، ما إحنا لو خدناها كده خفيفة تحمل يبقى إحنا ما جاوبناش على السؤال. هما مش تحمل، هما شاركوا جميعا متطوعين في خفض استهلاك الطاقة بصورة فعالة جدا، كان نتيجتها إن هو وفر في استهلاك الطاقة ما يتراوح بين 12-14% من الطاقة الكلية المستخدمة في اليابان. فوفر ازاي؟ ان هو بدل في الصيف ما يروحش ببدله وبكرافته، بيروح بقميص نص كم وبطرون، ودي ضد عادة اليابانيين وضد الثقافه اليابانيه بالكامل. انه مع ذلك تغير الثقافه بتاعته وبدا يروح بقميص وبنطلون الشركه ما بال بالشورت كمان. دي نمره واحد. جهاز التكييف ما يقلش عن 28 درجه مئويه في عز الصيف، دي اتخفضت جامد جدا. بس احنا ثقافه مختلفه يا دكتور بهاء، لازم نعترف. يا فندم احنا بنواجه ظروف صعبه، بنواجه ظروف مشكله. ما نفتكرش الناس عشان بس الناس تبقى عايشه في الحقيقه. انت عشان تعمل محطه كهرباء النهارده، لو قررت تعملها النهارده قدامك 3 سنين عشان تشتغل. يعني معناها ان احنا المشكله لن تحل قبل 3 سنين. مفيش غاز، مفيش عمله صعبه نشتري بيها غاز، ولا سولار ولا مازوت، مفيش عمله صعبه، مفيش غاز. نعم. بلد بتمر بازمه اقتصاديه رهيبه جدا وكلنا عارفين ذلك، وما نحطش راسنا في الحيط. فلا بد ان احنا نتعامل مع الموقف بجديه وفي منتهى الوطنيه. طيب دكتور بهاء، يعني لخص دور المواطن في ترشيد الاستهلاك، بشكرك جزيلا. دكتور رشدي رضوان رئيس قسم الكهرباء السابق بجامعه القاهره. دكتور رشدي، على من تحمل المسؤوليه؟ اساس الازمه وبالتالي سبل حلها في رايك كمتخصص في هذا المجال؟ أولا السلام عليكم. أهلا بحضرتك. في الحقيقة ما هيش حكاية مسؤولية لحد معين، لكن هي مسؤولية مشتركة. نعم. طبعا كلنا عارفين أن الحمل الأقصى في مصر اللي هو محتاجاه المواطنين سواء في الاستهلاك أو الصناعة يبلغ حوالي 23 أو 22 يمكن أكتر شوية 1000 ميجاوات. اللي موجود في الشبكة المحطات كلها لا تتعدى 25,000 ميجاوات. طبعا هذه المحطات بتخش بعضها، بيخش الصيانة أو بيجي عطل مفاجئ، فبيبقى يعني إيه ما يقدرش توفي كل الأحمال الموجودة وبيضطرهم يقطعوا الأحمال عن بعض المناطق. دي أحد المشكلات. طيب المواطن بيتمنى إن هو يكون عارف إمتى التوقيت، يعني أضعف الإيمان على الأقل، يعني حتى يعني يتم الاستعداد مسبقا، التوقيت والمدة الزمنية، هل ده يعني وارد وواقعي حدوثه؟ هو الحقيقة مش وارد الحقيقة، لأنهم إيه؟ بيعتمدوا على الأماكن اللي فيها أحمال كتيرة في وقت معين، يعني بحيث إن هو ما بيجي يشيل الحمل بيشيله في الأماكن اللي عليها أحمال أعلى من الأخرى. دي من ناحية. من ناحية أخرى دي قريتها مرة، من ناحية الأمنية، أما برضو يجي إن أنا الشارع ده هشيل من الكهرباء من 7-8 يبقى يعني ممكن يتعرض لمشاكل أمنية، يعني في داعي ممكن نتلافاها. يعني في جانب يعني أمني في الموضوع. داخل فيها فيها الأمن طبعا، إن هو يبقى اللي عاوز يصير شغب أو أي شيء ممكن يستغل التوقيت ده، يستغل هذا التوقيت، محل مقفول يقدر في الظلام يقدر يعني يستغل هذه